السلام عليكم اخواني اخواتي النومي، معكم انا في يوم من الصيف 2021 موافق ل 14 جويلية 2021. هاكم تشوفوا هنا او تانكر جاي بابورة مشيو فيه، تاك بوت واحد على اليمين واحد على الشمال وواحد من الوراء اليمين، ها هو او تاك بوت هذا بابو صغير، شفت كيفاش هذا البابو صغير تاك بوت، وكاين واحد بالوراء عم يحديوه به يا ماري، او يعقب هنايا يعقب على تحت جسر ساكنر بريدج في يوم جميل هنا في نيو برايتون بارك على ميناء فانكوفر العملاق. او عقب يعقب ان شاء الله فيه جسر يعقب على الجسر الاول والجسر الثاني، اما الجسر الاول هو جسر يروح الى نورد فانكوفر وعالي نجم يعقب، بس الجسر الثاني هو جسر القطار، والجسر هذا يطلع ويهبط، هاك شوف يطلعوا ويهبطوا في الجسر هذاك، الجسر الاخضر هو جسر القطار، فيه منصة تطلع وتهبط، you know it goes up and down، هذاك الجسر that bridge goes up and down، هاكم تشوفوا هنا راح يعقب تحت ال الجسر، هناك شوف الناس يدعوهم، وما شاء الله هنا بارد و ريفرشن، شوفوا له بارد شوية ريفرشن، نايس نايس فيري جود برادر، والله نايس، هو بارد شوية الماء ولكن والله ينعشك ينعشك يا حبيبي. المهم هاك تشوف هنا في هذا الشاطئ الحجري بنيو برايتون بارك، ما شاء الله. هاو نرجع للباخرة يا جماعة الخير، الباخرة تعقب وصلت تحت الجسر، وهذا ميناء فانكوفر، ميناء جميل جدا. والله من الناس في المنطقة روعة، هناك البخرة مرسات هون، هناك فيه هنا يجيبوا القمح، القمح الكندي، بخرة القمح. شوف راقد عقب تحت الجسر الاول وبعدين يقعد تحت الجسر الثاني، هذاك الجسر الثاني والجسر الاخضر هذاك راهو يطلع ويهبط لما لانه قصير، هذاك الجسر جسر القطار لما يجي البواخر يطلعوه، المنصة تطلع هاي في المنصة الوسطى بتطلع وبعدين يهبطوا. هنا انا على هنايا في فانكوفر مقابلتنا نورد فانكوفر، عم جيبان نورد فانكوفر ما شاء الله منطقة كويسة وجميلة، هنا الشاطئ الشاطئ الجميل، اشوف الشاطئ شتو الشاطئ هذا، هذا الشاطئ الحجري، ها وصل شتو ها القط الباخرة وصلت يا اخي تحت الجسر الثاني، وبعديك تجيبو لك كيما هي الجسر الثاني،
عجبت الجسر الثاني. الساعة الآن هي 3:00 مساء في توقيت فانكوفر. المقاطعة العربية تطل على هذه المقاطعة كولومبيا البريطانية، يسميوها بالإنجليزي بريتش كولومبيا أو كولومبي بريطانيك بالفرنسي، وبالعربي كولومبيا البريطانية هي تطل على المحيط الهادي. مقاطعة جميلة جدا وخلابة، أنا مناظر جميلة، أكشف الجبال، البحر، كل شيء حسب ما يرام. وهذه مقاطعة المستقبل، مقاطعة المستقبل الكندي، ممكن نقوله بعد 20-30 سنة 40 سنة تكون أول مقاطعة. اوكي، صدم علي الماء يا جماعة الخير. الجزر الجزر، شوفوا المد الآن، المد أمواج. أنا لازم أطلع فوق لأن بعدين يكون في مد هون. شوفوا ولا يكونوا امواج سببت هذيك الباخرة اللي عقبت، ممكن او المد، واحدة من اثنين. لان بعدين هذه المنطقة اللي انا جالس فيها ستكون مغمرة بالمياه، المياه البحر يكون فيه مد. هنا كل يوم كاين مد وجزر، كل يوم. وبهذه الصور الجميلة أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.